قال لك القائمة دي أثارت حالة من الغضب بين الأزهريين أولا، وبيقصدوا القائمة اللي قدمتها المشيخة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واللي تضمنت 50 اسم اعتمدهم الأزهر للتصدي للفتوى في وسائل الإعلام. وكشفت جريدة الوطن أن قائمة الأزهر ضمت عدد من المؤيدين والمتعاطفين مع الأخوان والمدافعين عن معسكرات ربعة والنهضة، وهم المؤيدين لهجوم التنظيم على الدولة ده على عهدة الوطن. وبيقولوا يا جماعة في تدوينات ليهم على صفحاتهم المختلفة سواء إذا كانت على الفيسبوك أو تويتر إلى آخره. وضربوا أمثلة، قال لك يوم 28 يوليو على عهدة الوطن سنة 2013 شارك الدكتور عبد الحليم منصور عميد كلية الشريعة والقانون بالدقهلية واللي اختاروا الأزهر ضمن القائمة بتاعت الخمسين إياها دي عبر صفحته على فيسبوك معيا لأحد المتوفين في اعتصام ميدان ربعة جاء فيه طبقا للكلام اللي نشرته الوطن: رأيته أمسا في رابعة سلاحه القرآن وخوذته لا إله إلا الله ودرع حسبنا الله ونعم الوكيل، فسلاما يا شيخنا وبلغ ربنا أننا على العهد باقون وفي الميادين صامدون وعشت كريما ومت سعيدا شهيدا. الوطن قالت كده، قالت أنه الدكتور عبد الحليم كاتب كده أو كان كاتب كده وقتها في سنة 2013. وبيتكلموا وبيقولوا وهاجم أيضا الدكتور عبد الحميد رميح أحد أعضاء قائمة الأزهر للإفتاء في تدوينة لي يوم 22 سبتمبر 2013 على عهدة جريدة الوطن وزارة الداخلية، وشارك صورة بتحمل سبا وقصفا للشرطة، وطبع على الصورة شعار يعني موقع نبض ربعة، وحط صورة تانية أخرى للتيشيرت الأصفر واللي عليها الإشارة الشهيرة بتاعت ربعة بتاريخ 6 سبتمبر من عام 2013 إن كنتم لا تتذكرون. أيضا الدكتور عبد العظيم الطباخ عضو قائمة الأزهر طبقا برضو لجريدة الوطن عبر على صفحته بالفيسبوك يوم 7 ديسمبر سنة 2012 وحط صورة للرئيس، ما هوش الرئيس ولا حاجة، لذلك المعزول غير مأسوف عليه محمد مرسي من صفحة رابطة الإخوان بالعالم، كتب عليها طبقا للوطن: اللهم كن مع عبدك مرسي، وأسألها تدوينة مطولة لكلمات سيد قطب مؤسس العنف والمنظر الأول كما جرت العادة داخل التنظيم. وطبقا لجريدة الوطن هاجم الطباخ القوى المدنية يوم 7 ديسمبر 2012، وطبعا زي ما حضراتكم تتذكروا ده كان ذروة الخلاف ما بين التنظيم وما بين المعارضة المدنية والديمقراطية في مصر، وقال الليبراليين ديكتاتوريين جدد أسقطتهم الصناديق ويعاقبون الشعب على اختياره. هو اللي بيقولك إيه؟ وبالعنف والفوضى وإسقاط مصر لعلهم تأتيهم مصلحة من جهة أو دولة ما. مأساة الحقيقة بكل المقاييس للأسف الشديد إذا صحت هذه التدوينات وصح ما هو منشور في جريدة الوطن. يبقى قائمة الخمسين دي عدت إزاي؟ عدت ازاي على المجلس الاعلى؟ وعدت وهل اتراجعت ولا ما اتراجعتش امنيا الخ الخ الخ؟ وبالمناسبه هو من غير ما تتراجع هو الساده الاساتذه الافاضل والمشايخ الاجلاء دول اذا صح كلام الوطن هم موجودين في الازهر لحد دلوقتي بيعملوا ايه؟ كل سنه واحنا طيبين.